طاب مساءكم بكل خير. أنا جمال بعيقل أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. أولى أخبارنا لهذا اليوم وأولى مواضيعنا حول مسرح شخصين أصيب أربعة آخرون أيضا منهم بإصابات مختلفة إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق الموت بحر أبو سكين الذي شهد مسرح وإصابة عشرات الأشخاص في أوقات سابقة لضيقه ومنحدراته الخطرة، وتسبب الحادث في إغلاق الطريق وشل حركة المرور قبل أن يتم تحويل مسار المركبات الصغيرة عن طريق بعض الشعاب والأماكن الوعرة. أدى الحادث إلى ارتداد المركبات وخصوصا الشاحنات إلى عدة كيلومترات وسط وجود أمني مكثف للجهات الأمنية ورجال الدفاع المدني. ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث وزارة فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري. مساء الخير مهندس. هلا فيك، حياك الله، يا مرحبا. مهندس مطلق، نبغى نعرف بس وش الأسباب اللي اليوم جعلت هذا الطريق بحر أبو سكينة يسمى بطريق الموت؟ هذه الأزمة يمكن من عام 2013، ما هي الحلول التي قمتم بها كوزارة نقل؟ أولاً أود أن أوضح الاسم، معك المهندس مطلق الشراري مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير. عذراً، تفضل. الأمر الآخر أود أن حتى الطريق يبلغ طوله تقريباً 112 كيلو، ما يتبع لوزارة النقل، يتخلل بعض الأجزاء التابعة للبلديات، الجزء التابع لنا بحدود 88 كيلو متر. هذا الطريق يزدوج منه الآن 10 كيلو مبلغ تقريبا ضمن جسور، بعد مبلغ تقريبا 120 مليون ريال رسي في 13-11 مشروع المرحلة الثانية بمبلغ تقريبا 55 مليون 54 مليون 900 ألف، يعني 55 تقريبا. المرحلة الثالثة نتوقع إن شاء الله أنها تغطي كامل الازدواج للطريق بإذن الله، ستفتح المضاريف بإذن الله في 7/1/1440، يعني الأسبوع القادم بإذن الله. الطريق حقيقة يحظى باهتمام خاص على جميع المستويات، عمل له معالجات وكشط وسافلة وتعريض أكتاف خلال الفترة الماضية، غطت تقريبا 40 كيلو مع أعمال دهانات وسائل سلامة. موضوع الحادث تحديدا، أنا لن أحمل مسؤولية الحادث، من أحمله هو عبارة عن تجاوز خاطئ حسب المعلومات الأولية التي وردت لنا من غرفة العمليات، أن السيارة الهايلوكس تجاوزت واصطدمت السيارة المقابلة ونتج عنها ما تحدثت عنه، ولم يأتينا حقيقة التقرير المفصل من المرور لأنها هي الجهة المعنية بالأمر. اللي أنا أود أن أؤكد في هذه المداخلة أن هاجس السلامة المرورية يحظى في اهتمام من جميع الأطراف على مستوى أمارة منطقة عسير، سمو الأمير وسمو نائبة تبنى حتى النقاط السوداء وناقشناها في مجلس المنطقة، والآن في لجان مهتمة في هذا الجانب. الأسبوع الماضي معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق عقد ورشة حول السلامة، مع أن الوزارة يعني السلامة المرورية تخفيض الحوادث بحيث أن تنخفض من 27 حالة إلى 20 حالة لكل 100 ألف على مستوى طبعا المملكة، مع أن حقق الهدف هذا اللي مطلوب منه في برنامج التحول الوطني 2020، إلا أن هناك إصرار ومثابرة من جميع المسؤولين على أن الهدف اللي تم التوصل له أنه لا يعني التوقف عن الاهتمام وتحسين ودعم وسائل السلامة. طيب أنا أفهم من حديثك أنك تعيد الحادث إلى سبب الحادث الجانب عدم الالتزام بإجراءات السلامة المرورية. نعم، حسب المعلومة طبعا أنا عندي حقيقة تجربة سابقة قبل أن أستلم مهام العمل في منطقة عسير. بس أبغى أعرف منك مهندس، كم حجم الكثافة اللي اليوم أو الرحلات الارتدادية اللي تصير اليوم على الطريق؟
ما في، انا مع احترامي لما طرحته انت عن من مساله ارتداد وما ارتداد على الطريق، هو الحادث دائما اذا صار في حادث واقفل الطريق شيء طبيعي انه راح يبغى يقفل ويحول. انا ما سالتك عن الارتداد وقت الحادث، انا اسالك نعم. الطريق بشكلها العادي نعم. حجم الرحلات اللي تتم عليه كم سياره؟ حجم الرحلات هي اللي اوجدت الميزانيات الضخمه من الدوله الله يعزها. اي انا سؤالي واضح يا مهندس، حجم الرحلات كم؟ الرحلات انا ما راح اعطيك احصائيه كم رحله تطلع، هذه لازم نرجع للاخوان المختصين في الاداره ونعطيك، نقدر نعطيك كم طيب الحجم. مهندس انت قلت ناقشته، اللي انا متاكد منه تفضل يا العزيز لو تكرم تفضل، اللي انا متاكد منه ان هذا الطريق تحديدا انه يحظى باهتمام وحسن ووضع فيه دهانات، يعني قبل اقل من شهرين استكملت الدهانات لمسافه يمكن 40 كيلو وعمل كشف 20 كيلو ومزدوج منها الآن 5 كيلو في طيب. بدايته والآن يجري 10 كيلو مثل ما قلت لك الآن رسبي مشروع جديد الآن يمكن يغطي 20 كيلو واضح. بمبلغ 55 مليون والمرحلة القادمة مرصود لها 98 مليون. أنا أقصد أنه يجد اهتمام، رسالتي أنا للجميع نأمل 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 أن يعني يلتزم سائقي قائدي المركبات في وسائل السلامة هذا وعدم الانشغال بعد بالجوال أو غيرها المسببات الأخرى واضح. للحوادث. نقطتك واضحة، شكرا جزيلا لك. مدير فرع وزارة النقل بمنطقة عسير، شكرا جزيلا لك، متحدثا عن الحادث الذي أودى بحياة شخصين وأصاب أربعة آخرين. يعني الطريق يتكلم يمكن عن إجراءات السلامة، هي جزء مهم، لكن بعد حنا شفنا يمكن إضاءة الطريق، تحدثت عن أكتاف، زيادة الأكتاف للطريق، العديد من التفاصيل. الحقيقة حنا كل اللي يتمناه أن نشوف حراك أكبر لوزارة النقل تجاه بعض الطرق، ولو أنه هاجس السلامة المرورية يعني يؤرق وزارة النقل وغيره.